الحاله الثانيه هنا في مخالفه انذار، والانذار صحيح للاعب مودرن لنتيجه استخدام المرفق، وبالتالي هنا دايما بنقول ان اللعبه ديت خلاص بقى النص بتاعها كابتن اسامه هو الانذار وجوبي فيها، وهو هنا بصراحه قرار صحيح باشاره بطاقه الصفراء. نيجي في الدقيقه 83 نفس اللاعب بيرتكب مخالفه. طيب شوف هل هي تستحق الحمراء مباشره ولا الانذار الثاني؟ نجيب اللعبه نشوف هو الدفعه بتاعته وطريقته وهو رايح. بص هو داخل بص هنا هي دي هي دي اساس الانذار والطرد يعني نمشي الفرد اهو بص نمشي ايوه هنمشي تاني. طب حد يقول لي هو المخالفه بره ممكن ادي فيها طرد؟ بره الملعب يعني؟ طبعا وممكن تبقى الكره جوه ودي طرد ودي واحسب مخالفه. شوف يا كابتن هنا الحاله ديت هو هنا حتى لو المخالفه بره هنا ده سلوك ويعاقب عليه اللاعب. السؤال هنا هل هي حمراء ولا صفراء؟ ده السؤال. نرجع تاني سنين معلش عشان بس نوضح ليه هو جاي من مسافه ورجله عاليه. هي رجله فوق ولا تحت؟ هي بس ساعه البوينت اللي هي نقطه التلامس فين بقى؟ فين نمشي كمان نزلت تحت بس على الارض. ستوب. نزلت فين يا شريف؟ تحت في رجله على الحذاء، وبالتالي هنا الحذاء محمي قلت وهنا قلت الخطوره بالزبط. على اللاعب والقرار كان تبقى الكره كارت اصفر انذار وانا بمشي معاه في الانذار الثاني واشهر بطاقه دون تردد، وده بيعتبر هنا. بص يا كابتن هنا نزلت على الارض الاول فالقوه بتاعتها قلت بالظبط. القوه لما بتنزل القدم على الارض قلت وبالتالي راح دايس على الفوق، وبالتالي هنا ما تستحقش حمرا. هنا عشان اوضح بجد مزبوط. دي صفرة اقصى درجات التهور والقرار قرار صحيح للحكم. طرد في الفار اللي جابه قال له لا هو ادى الانذار على طول يا كابتن شريف. الفار ما بيجيبش في الانذار ده يا كابتن شريف. الانذار ما بيجيبش الكره زي دي الفار يجيبه فيها ولا لا؟ لا لا ليه قلنا ان المعايير بتاعتها هي كده اقصى درجات التهور، لان الستارز ما راحش في فوق الحذاء. ايوه فوق الحذاء مش محمي، ولكن هو راح تحت الحذاء، والتاني هنا قرار صحيح لمحمد باشهار بطاقه الحمراء للانذار الثاني. اللعبه الحاله اللي جايه سمير ونشوف هنا هدف بيرسي تاو. طبعا احنا قلنا ركنيه، طبعا يعني بشكل عام ركنيه رمي التماس ما فيش فيها تسلل، عشان بس حتى احنا نجيب الهدف عشان نؤكد للناس ان لكن الركنيه ما فيش فيها تسلل. كابتن اسامه ورا من كده ان كان بيرسي تاو كان في موقف سليم. نرجع كده من الهدف ونشوف هنا حتى لو كان بيرسي تاو لوحده خالص كان الهدف سوف يتم احتسابه يا كابتن اسامه. تاني ركنه ركنيه لو اللعيبه كلها طالعه، لان هنا العبره بالكوره، هي الكره هنا اللي سابقه، وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح لبيرسي تاو. طبعا عند سامي هلهل، وسامي هلهل النهارده كان ومحمود ابو رجال كانوا ماشيين بشكل جيد جدا جدا. هنا انا بستغرب على الاعتراض. شوف هنا طبعا سامي هلهل هنا ورقم 7 بيعترض على القرار. شوف المخالفه هنا واضحه، الشد موجود، وهنا محمد يعني عجبني جدا جدا بجد كابتن اسامه، لان هنا محمد ما سابش المساعد واللاعب يروح ليه يعترض، راح على طول سريع واشهر البطاقه. وهنا قرار صحيح طبعا، هنا المخالفه موجوده، وسامي هلهل هنا اشار بالقرار وتعاون جيد جدا. محمد عادل راح وبالتالي هنا اشهر البطاقه الصفراء نتيجه الاعتراض، والقرار كان قرار صحيح. تمام دي كانت اخر حاله. بنقول يعني بشكل عام هم اداروا المباراه. هذه الحاله الصعبه اللي زي ما قلت عليها ان الاهلي النهارده فوزه، هنغطى الحالات التحكيميه. اتمنى طبعا تاني بنقول الماتش المهم يا كابتن اسامه كابتن ايمن هو ماتش بيراميدز. شفنا طاقم التحكيم اللي فات ما كانش على المستوى. اتمنى ان شاء الله باذن الله لجنه الحكام واتحاد الكوره نشوف طاقم تحكيم مصنف. مصنف ليه؟ لان هو احنا بنستفيد منه كمان لما بيجي مدرسه ثانيه بنشوفها، ولكن ما يبقاش اللي جاي يعني مستواه يبقى اقل من المباراه. بالتوفيق طبعا للتحكيم المصري ان شاء الله باذن الله، وبنشوف حكامنا في المحافل الدوليه باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، ومبروك للنادي الاهلي. شكرا كابتن.